اقول اللي بشوفه. تماما. اه يجي وبابا يصرف وبتاع ويتجوز بنته. وانا برضه وانا اللي انا حر. وبعدين يا بابا بابا اعمل كده يا حبيبي. لا يا بابا انا هاخد الفلوس بس لكن مش هعمل كده. ده عادي جدا. تاني حاجه ان هو حكايه ان هو راجل في بيته، ما هو دلوقتي بالعكس ده في هوس ان انا راجل البيت حتى لو ما عملتش اي حاجه، حتى لو مراته اللي بتصرف. لا أمارة بقى ايه؟ ما راجل البيت بأمارة ايه؟ طيب هو كده انا راجل البيت وانت لازم تسمعي كلامي. طب انا اللي بصرف انت ما بتصرفش، انا بشتغل انت ما بتشتغلش، انا مش عارف ايه، مفيش. ده انا برضو راجل البيت. ده بالعافيه يعني ولا ايه يعني؟ ايوه يا فندم، ما ده احنا بنتكلم على واقع بالعافية. واقع قائم حضرتك. لكن يعني انت عكس الدكتور لما بيقول لك انه ده هو بيسيطروا عليه ابوه وامه. لا لا لا، انه بياخد الفلوس. انا قدامي مئات يا دكتوره هبه. ايه القوامه بتقول ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. انا بتكلم على الواقع. لا تتحقق القيامة ده الا اذا كان الراجل هو اللي بيصرف. ما هو اداله فلوس عشان يبقى عنده قوامه. عشان يبقى عنده القوامه لابوه. مش لا مش لابوك. انا اديتك الفلوس اللي دفع. فبقى عنده القوامه في البيت خلاص وانتهينا. هو منى هي القوامه في البيت بايه؟ هديه. القوامه في البيت بايه؟ اصل الرجوله مرتبطه بالعطاء. الرجوله مرتبطه بالعطاء والانفاق والقدره والحاجات دي كلها. نفسيا نفسيا لما الشخص بيكون حد هو اللي بيصرف فبيبقى عامله انطره، عامل انطره كده من فوقيه، لا يمكن يكبر والانطره فوق راسه. على طول بيبقى حاسس انه فانت شايفه انه لا مساحه يعني. مش ده اللي بيحصل خلاص على ارض الواقع يعني. عادي هو ده نظريا الواد ياخد مصروفه كل اول شهر من ابوه عادي جدا. وعادي نظريا وامه كمان ساعات نظريا يعني. يعني ماما اللي بتبعت الفلوس بصرف النظر. وبتبعت الاكل والفراخ والحمام يعني. هو الكلام ده نظريا واكاديميا سليم 100%، بس واقعيا ده مش حقيقي خالص. لانه حضرتك ببساطه شديده قوي، طب هو لو طالب في الجامعه، هو لسه لا اتخرج ولا اتجوز ولا اي حاجه دلوقتي، وابوه بيديله المصروف، هل ابوه بيحاسبه تعالى اخر الشهر صرفت في ايه ورحت فين؟ يعني انت لو جالك عريس لبنتك وقال لك انا بابا اللي هيصرف، هتقولي له ايه؟ هشوف بابا بس يا حبيبي اللي هيصرف. يبقى لا يعني 70 80% من مصاريف يعني بابا. ده اصل ده حصل قبل كده فعليا. فبابا بس لا، بابا بس لا شكرا. ايوه يعني بابا بنسبه كام؟ يعني هو مثلا كان لسه هيبتدي يبني مستقبله ولسه مش عارفه، لغايه بقى لما اعمل مشروعي ولغايه لما انجح ولغايه مش عارف ايه، بابا هيقوم بكل حاجه وتمام وعيشه زي اللي هي عايشاها. فده مناسب بالنسبه لك؟ اطلاقا. ايوه. نسبه بابا تبقى كام؟ تبقى مناسبه نسبه بابا تبقى بكام؟ 50%. هو النص وبابا النص. يعني ده لو هو كل قدرته ال 50% وابوه عاوز يدلعه شويه او يديله حاجه زياده. ما فيش، كلنا بندلع اولادنا يعني. مثلا انا يعني معوده انا بناتي من هم صغيرين، عشان كانوا في كندا بس بيشتغلوا من هم عندهم 16 سنه. فانا حتى جيت في وقت قللت لهم مصروفهم، قلت لهم مصروف هيقل، واللي هي الكسوه بتاعت الصيف والشتاء المقدار بتاعها هيقل، وانتوا لو عايزين حاجه زياده جيبوها انتوا. وده إنما حصل انتي فعلا. تقبلي زوجا لابنتك بابا وماما هم اللي عاملين له كل حاجه. عاملين له حاجه وبيصرفوا عليه حاجه. يعني انت ممكن تعدي موضوع الشقه والعفش بتاعه. الشقه والعفش بتاع لان بابا وماما يجيبوهم. يعني انا شخصيا لما اتجوزت كنت في امتياز انا وجوزي، وكان مرتبي 120 جنيه ومرتبه 120 جنيه، طبعا ما كناش نقدر نتجوز لوحدنا. فانا اهلي واهله هم اللي عملوا كل حاجه، ليترالي كل حاجه. بس بعد كده عشان كده انت مؤيده في لا بس لا انا طيب. انا لقيتها نفعت.